سلام صحبتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. الفيديو ديال اليوم اللي هو اكثر فيديو من اكثر الفيديوهات اللي كيعجبكم، اللي هو الفيديو ديال مشترياتي وفيه غير المشتريات ديال الملابس. عارفه انه بزاف ديال البنات كيعجبكم هذا الفيديو، لهذا انا فرحانه بزاف وانا كنسجل لكم اليوم هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم واحد السيتي اول مره نتقدم منه. كيف ما كتشوفوا توصلت من عندهم، هذا هو السيت سميتو هوت ميامي ستايل. توصلت من عندهم عده قطع اللي حمقوني بزاف بزاف، ما عندي ما نقول على الكاليتي. وكيف ما شفتوا في العنوان، هادشي كامل اللي خديت تقريبا كيطلع ب 400 وشي حاجه دولار، يعني نقولوا 400 اورو. صراحه انا فرحانه بزاف 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 لانني تعاملت مع هاد السيت هذا، لانه عندهم يعني صدمتني كاليتي. انتم غتشوفوا كلشي على عينيكم، غنخلي لكم كلشي. يعني نسيت شي حاجه ما قلتهاش لكم ولا شي حاجه في خانه الوصف، يعني نسيت شي حاجه ما قلتهاش لكم في هذا الفيديو. لهذا غادي نبداو نوريكم شنو هما مشترياتي اللي خديت. غنخليو هذه هي الاخيره لانها بغيت نوريها لكم بالتفاصيل الا ما نسيتهاش. كيف ما كتشوفوا البنات، خديت هذه وهاد البولسه اللي قلت لكم. غنبداو اول حاجه البنات هو هذا السروال هذا اللي ما عندي ما نقول عليها البنات. التوب ديالو رائع رائع، غنوريه لكم دابا ملبوس، ولكن غنوريكم لي ديتاي ديالو. التوب ديالو بارد 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 بارد، كيجي واسع. هذا اللور ديالو وهذا القدام ديالو. كلهم هاد الملابس البنات كيجيو في بلاستيكه ديالهم خاصه بهم، انا حيدتهم لانني يعني ما قديتش ما نصبرش، خصني نقيسهم باش اصلا نقول لكم بالنسبه لي طاي كيفاش دايرين، كيفاش دايره المساله عندهم. يعني هنا انا خديت الال والال هي اللي كنلبس السروال السراول، وجاتني هي هذيك. يعني شي مرات كناخذ اكس ال، ولكن في هذا النوع ديال السروال كناخذ الال. السلسله ديالو كتفتح حتى لهنا، انه كيمكن لكم تطلعوه يعني حتى هذه كتجي فوق الكرش، هذه الصمطه هذه وكتجي مع هذه، يعني كتجيو دايرين هنا كالفراشه. المهم انا غنوري لكم ملبوس باش تديو عليه واحد النظره كيفاش كيجي. صراحه رائع، وبالنسبه للثمن ديالو غنخلي لكم كلشي لتحت. وكيف ما قلت لكم الكاليتي ديالو يعني فائقه، يعني واحد الثوب رائع ما عندي ما نقول عليه البنات. برد برد بزاف، وكيف ما كتشوفوا خفيف بالنسبه لهذا الربيع وفصل الصيف. انا غنخليكم تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. الحاجه الثانيه البنات اللي خديت هو هذا السروال هذا اللي كتشوفوا كيجي بحال هكا. هادو من هذاك التوب البنات، ما عرفتش كيفاش نشرحوا لكم، بحال هذوك السراول اللي كيلبسوا في الناس اللي كيبغوا يتمشاو حدا البحر، اللي كتشوفهم في الكليب ديال الاغاني وداكشي. هذوك السراول البيضين ولا بالبيج بحال هذاك التوب، ما كنعرفش انا نشرح الصراحه بالاثواب البنات. المهم واحد التوب بارد وزوين مريح في اللبسه، وكيجي في اللبسه ديالو حتى هو زوين، كيجي حتى هو طالع فوق الكريشة، وكتجيو ديروا هنايا بحال الفراشه، كيجي واسع بزاف حتى هو. غنوريكم كيفاش كيجي ملبوس، كيجي يعني واسع من جهه الرجال وداكشي ومن هنا. المهم هذا ضروري خصك تلبسي معاه شي جيلي ولا شي حاجه على حساب اللور. ومن القدام راه كيجي يعني واسع بالنسبه للمحجبات، من القدام ما عندكمش مشكل، لي من اللور خص ضروري شي جيلي يكون شويه طويل وصافي. المهم هذا حمقني بزاف 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 البنات، كيجي كلاس. التوب ديالو رائع حتى هو، خديت فيه الال وجاتني هي هذه كيف ما كتشوفوا. وكلهم كيف ما قلت لكم كيجيو بالتيكت ديالهم. صراحه هاد السيت ولا سميتو واعر بزاف، حمقني بزاف يعني التعامل ديالهم. وصلني هادشي تقريبا البنات 15 يوم، كنظن اقل من 15 يوم باش وصلني. وصلتني مع واحد اللعيبه هذا بحال كروب توب، كيجي جا مع هادي ولكن انا ما غاديش نلبسو. المهم دابا تضغطوا على اللينك ويطلع لكم. المهم جا بحال كروب توب، كيجي قصص صراحه هنايا وصافي. انا هذا ما شفتوش الصراحه، انا خديت السروال ما خديتش هذا، ما عندي ما ندير به. المهم هنايا هو نيت كسواي، هنا صيفطوا لي حتى هي هنايا، جات في البلاستيكه ديالها. وهي البنات عرفتي شنو، ما عندي ما نقول عليها. عرفتي الا عندكم شي مناسبه ولا شي حاجه، هي الثمن ديالها شويه غالي ولكن تستاهل، تستاهل البنات، تستاهل الثمن ديالها. هي شويه كتبين من هنا، هي كتبين، ولكن لبست معها تريكو كحل ولا ابيض ولا كنظن كحل حسن، كحل ما غادي يبان والو. ملبسه حتى لهنا يعني نص، ما عرفتش يبان لكم هنا، نحاول يبين لكم غير شويه يعني ضروري. يا اما ديروا لها اللباس حقا جاوا فيها في الطاقي، ولكن عرفتوا كتجي
كتجي انا غنوريكم كيفاش كتجي، كتجي كتحمق البنات في اللبس. عرفتي هذه حمقاتني شي مناسبه، يعني كيف ما قلت لكم يا اما ديروا لها اللبس يا اما تلبسوا معها سروال كحل. لبسوا معها سروال كحل ما غاديش يبان نهائيا واش لابسين سروال، لان مع فيها بزاف ديال هاد الكاباس هادو، ملي كتمشي ما كيبانش يعني بانه كيتفتح نو، ومع الكحل ما غاديش يبان معايق. عرفتي كتجي واعره في اللبس، الا عندكم شي مناسبه البنات كتجي مقبوطه يعني من هنايا، وفيها الحزام من هنا من اللور كما كتشوفوا. ليدي نتوما كيجيو مقبوطين يعني على حقهم وطريقهم، صراحه واعره وهي ثقيله، التوب ديالها رائع، ما عندي ما نقول عليها. كيف ما قلت لكم الثمن ديالها تستاهلو. وهذه خديت لاطاي اس، ما عرفتش كيفاش درت حتى خديت الاس، ما عرفتش نورمالمون كناخذ الام ولا الال، ما عرفتش هما اللي غلطوا ولا انا اللي غلطت. المهم قيستها وجاتني، انتم غادي تشوفوها كيفاش جات ملبوسه. صراحه حمقاتني هذه السوا البنات، جاب لي ربي واحد السيوه اللي غادي نلبسها ان شاء الله في شي مناسبه اللي جاتني في الصيف. كيف ما قلت لكم ما كيتعطلوش، وصراحه البنات ما عندي ما نقول، صراحه انا صدماتني صراحه الكاليتي ديالهم زوينه بزاف. خديت سروال الجين، انا اللي محتاجه بزاف لهذا اللون كيف ما كتشوفوه، لون سامبل ولكن تعجبني هذا اللون ديال الجين في هذا الصيف، هذا فصل الربيع كيجي يعني مربوط من التحت وداكشي. المهم هذا السروال شي كلشي وريتكم، غادي نوريه لكم قبل راه تكونوا شفتوه يعني في ميني في الفيديوهات صغار، ولكن هذا السروال ما غنوريه لكم لحقاش سامبل كيف ما كتشوفوا، ماشي شي حاجه اللي خاصها تورى. الا لقيت شي صوره كيفاش لابسه الموديل غنخليها لكم هنايا. المهم حتى هذا خديت فيه البنات اش من طايم، كل خديت الال تا هو هنا مكتوبه 11 يعني ديال امريكا، طايه ديال امريكا. المهم حتى هذا البنات عرفتي كيجي في اللبسه واعر، كتجين ديالو كتحسي به شي حاجه زوينه وفي نفس الوقت خفيف، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. المهم جين زوين 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 بزاف كما كتشوفوا، راه سامبل ما فيهش يعني شي لي ديطاي في شكل سامبل، وعجبني بزاف هاد اللون. كنت باغا ناخذ مستراديفاروس ملي شفتو هاد السيد قلت علاش لا نجرب، اول مره نجرب صراحه ناخذ جين اونلاين، لحقاش كنخاف ما يجينيش طايه ولا ما تعجبنيش الكاليتي ولا داكشي، لان انا في الجين صراحه كنحتاج واحد التوب معين، ماشي كيعجبني اي جين. وصراحه حمقني هذا كيفاش كيجي في اللبسه البنات، وكيفاش كيخلي يعني كيجي زوين، كيجي واعر، كيحمق في اللبسه. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، للاسف اني ما نقدرش نوريكم كيفاش كيجي ملبوس، واخا نوريكم ولا نوري لكم على شي حاجه طويله يعني ما غاديش يبان، ولهذا راكم عارفين سروال الجين كيفاش كيجي وصافي. الحاجه ديال البنات اللي خديت اخرين هما ملابس ديال الرياضه، حتى هادو اكيد الكاليتي ديالهم واعره. هذا الصراحه جاني بحال لي عرفتي فين كان قيس هاد السراو، كيجيني بحال بيما بحال نايك بحال اديداس، يعني بحال شي محل شي ماركه يعني معروفه الخدمه ديالها، الخدمه ديالهم زعما واعره واعره البنات. جا كما كتشوفوا هنا كيبان بحال صغور، ولكن عرفتي كيتجمع مزيان مزيان مزيان. انا مع كنفكر مؤخرا البنات نبقى ندير الرياضه ان شاء الله في الدار ديالي، ولا حتى مثلا بغيت ندير الرياضه في الزنقه نلبس شي بحال شي جليليبه تكون ديال السورفيت زعما، الا دبرت عليها ولا نخيطها في المغرب ولا نشوف كي ندير، ولبس هادو من تحت باش هادو يعني ملي كنت تمشى يحرقوا لي الشحمه وداكشي. المهم انا اصلا كنركز دابا على الكرش ديالي، بغيت نحيدها نهائيا، ولهذا هاد السراول راهم طالعين شويه، هذا طالع نوريكم واحد طالع البنات حتى لهنا يعني كيجمع كلشي. خديت هذا البنات كيجي فيه جويب هنايا، بالنسبه للبنات اللي كيلبسوهم يعني بوحدهم كيمشيو لاصال، كتجي فيه هنايا سنيسله. المهم ما عندي ما نقول على الكاليتي، ومن هنا كيجي كيبين كيف ما كتشوفوا. انا اكيد هذا مثلا غادي نلبسو في الدار ندير الرياضه حاليا بين ما نلقى داك الجليبات اللي قلت لكم. وتا هو جايب التيكيت ديالو، هذا خديته البنات لاطاي ام، هذا خديت الام. علاش خديت الام في هادو؟ لحقاش كيعجبني تكون هادو ديال الرياضه تعجبوني يكونوا مجموعين كثر من السراول العاديين، باش تقدري يعني تعرقي كثر وتذوبي الشحمه كثر. المهم البنات ما عندي ما نقول عليه صراحه، في اللبسه كيجي واعر، خساره تاهو ما نقدرش نوريه لكم. كيف ما كتشوفوا الاستيك كيجمع مزيان، وعنده هنايا بحال واحد لاغوم من هنايا بحال اللي كتجمع لك شويه الكرش ديالك وداكشي. صراحه زوين 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 الكاليتي، ما عرفتش كتشوفوا الكاليتي ديالو هنايا، ولكن راه ما عندي ما نقول عليه صراحه، حمقوني وحق الله.
يعني شحال ملي كنتقدم نسيت كلشي، يعني فاش كنقول لكم عجبتني حاجه راه عجبتني، فاش ما عجبتنيش ما عجبتنيش. هادو بحال مشيت تقديت مشي محل، يعني هادوك المحلات اللي كتحطيني الفلوس، ولكن هادو راكم شفتوا شحال ديال الفلوس قلت لكم، ولكن يستاهلوا، يعني كيستاهلوا. كاين شي مرات كتاخذي اونلاين كتخسري زباله ديال الفلوس وما كيعجبكش داكشي، هادشي يستاهل، يستاهل البنات. كيف ما كتشوفوا هذا هو الليجنس اللي قلت لكم كيجي طالع حتى الكرش، هذا هو كيجي مجموع. وهذا خديت فيها البنات لاطاي اس، لا هذا فيه طاي اونيكا، يعني تقدروا تلبسوا اي واحد. هذا البنات كتجي لهاد كيما قلت لكم البنات، هذا كيجي طالع حتى جهد الكرش، كتلقاي صعوبه انك باش توسعيه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، يعني صعيبه صعيبه تلقاي صعوبه، لانه علاش كيجمع الكرش وكيتجمع ليه وكيبقى في بلاصته ماشي كيهبط. يعني بان ليا من هذا النوع لحقاش باقا ما درتش به الرياضه، ولكن ملي قيستو بين من داك النوع اللي كيبقى شاد في بلاصتو. صراحه زوين 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 بزاف هاد ليجينز بالنسبه للبنات اللي بغيتو تذوبوا الكريشه وداكشي والرياضه، راهم زوينين الكاليتي ديالهم، ما عندي ما نقول عليها البنات. من تحت داير بحال هكا، يعني واحد الثوب اللي هو زوين بزاف بزاف صراحه، ما عندي ما نقول على هاد هاد الملابس ديال الرياضه. كنت محتاجاهم صراحه، وصلوا يعني في المستوى ديال ديال زعما الثمن ديالهم يستاهلوا. حاجه خديتها هي البنات هذا السروال هذا اللي هو سوربيت عادي، حتى هو هذا خديته للدار البنات كيف ما كتشوفوا، ولا نلبس معاه شي حاجه طويله بزاف كيجي بحال هكا بحال الستيل ديال هادو اللي خارجين دابا. وهذا كيجي طالع شويه فوق الكريشه، فيه السيور عجبوني بزاف هاد الديطاي هادو ديال السيور كما كتشوفوا بحال هكا جاب بحال هكا، والصراحه زوين 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 في اللبسه. ما عنديش شي حاجه يعني طويله، ما نوريه لكم كيفاش كيجي زعما لبسوه زعما مع شي حاجه طويله. ومن التحت جاب بحال هكا كيف ما قلت لكم البنات، كيجي واعر واعر في اللبسه، زوين زوين هذا بزاف بزاف بزاف. وهذا مقلبسو في الدار، يعني بغيت نقلبس في الدار لانهم كيشجعوك انك تحركي وتشقاي في نفس الوقت، راكي زعما لوكوغ ديالك مجموع وبحال اللي كديري شويه الرياضه، واخا ماشي بحال الا درتي الرياضه ديال بصح، وفي نفس الوقت غادي نولي ندير الرياضه يعني الكرش ديالي. البنات كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، غادي نخلي لكم كلشي لافورماسيون في لاباغ دافو الا نسيت شي حاجه. بالنسبه للتصيفط ما عرفتش قلت لكم، المهم تعطلوا تقريبا 10 ايام 15 يوم، يمكن ما وصلش 15 يوم صراحه ما عقلتش بالضبط، ولكن ما وصلش 15 يوم وصل داكشي في وقته، جابوا لي كوريوس حتى للدار. صراحه انا فرحانه بزاف التعامل مع هذا السيت هذا. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، عجبكم ما تنساوش ديروا لايك، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، طلعوا لي براسكم حتى الفيديو ما يجي ان شاء الله. بوسه كبيره.